زال مهمشي برش وقاعدة تخدم يعني بالجهات. نحن منجم غزالة هذاي قاعد مهمش أثر ليرثلي، لا عندنا طريق باش ندخله يعني عبر ممر عمومي، قاعد مهمش وسكان مخضرة وبعضها. احنا عمال نتاع المنجم وساكنين في سقوط وسقطونا ديار من قبل، يجي مهندس سقطهم، يجي ثاني سقطهم، الثالث سقطهم، كله وتو زادوا يجونا نهارين وزادوا مسحونا مره واحده. نحن مهددين بالخطر لان من الاجره اللي خارجين انتريت متقاعد 23 سنه نخدم تحت الدم ونخرج ب 200 الف وهبوطي ماكلين فيه ومعنا ونشكو معنا ونمشي معنا ونول. تو عندي 10 سنين و11 سنه نشكي على كوخ، فهمني هم قيدون وسي وقالوا باش هاي ثم اكواخ وما ثم حتى شيء، وانا ساكن في الزنك وتعرف الحاله تو سيف وواحد سخانه، وتعرف الزنك كان ساكن في كوشه واحد الزنك يسخن عليه في الصيف، فهمتني واحد كان قاعد للبر للشمس، فهمتني. مشكور حنا بارا في معتمد تغزيله. بالنسبه انا مواطن ما طالب شيء، احنا اول حاجه عندنا الشباب في معتمد تغزيله بطال، تلقى عمره 25 ولا فهمت سيدي ماهوش يخدم حتى 30 سنه ماهوش يخدم، يعني ديجا ماذا بينا على الاقل المستثمرين على الاقل يجونا لهنا يعملوا لنا معامل. الحاله الصحيه نتاعي انا معوق، حامل بضغط معاق، ولا حادثه وظروفي اللي جذروه وظروفي ما خلتنيش باش نداوي روحي بالبيت، ظروفي ما خلتنيش نداوي بالبيت. مثلا تنجم تشوف الساق عندها 12 سنه ولا اكثر وانا فرح فيها ما ارتحتش، فهمت كيف؟ على هذاك مقلقتني برشا. نخدم في 15 نخدم في 15 يوم في الحظيره، اب متزوج عندي بنيه، البنيه تسام في حليبك بالحكوك، وانا ظروفي قاسيه برشا ما كنتش عايشه باش نداوي، فهمت كيفاش؟ توا تشوف ثلاثه اربعه معامل هنا في يخدموا و16 مسكرين واسفوار، شنو هي اللي ينتظر فيهم؟ اللوكال موجود والخدمه ما فماش. انا توا اربعه من الناس نرقد انا ومرتي وولدي ومعنا نرقد في بعضنا فرد دار، فرد دار في المنجم. والدار هذه عمرها 100 عام من 1912 حتى 2012. من 85 ونحن جدرين المعتمد الاول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس ديما قاعدين هي قاعد البيست هذيك لا مش نقداو مش نقداو مش نقداو في اليوم في غدو في اليوم غدو شيء لا يوم ويا بعثوا. بعثنا للتجهيز ما جاوبنا، بعثنا الولايه ما جاوبت، بعثنا المعتمد ما جاوب، بابا توفى من جراء البيست، امي كيف كيف، واحد يخدم في الصلاح والزوجون كيف كيف، امراه اخرى زاد مات في وسط البيست هكاك. نمشي المعتمد ما يسمعني، نمشي الوالد ما يسمع، انا على بالي نجيب لي الدوس، نمشي نجيب الدوسيات، نمشي نجيب لكم الدوسيات الشكايات اللي شاكي بها، فهمت؟ حتى حد ما سمع. ليه اش عملنا؟ تحية كبيرة برشا القناة حنا بال اللي عملوا بادرة طيبة جوا المنطقة نتاعنا غزالة، وحبيت يوصلوا لنا الصوت نتاعنا، فهمتني؟ اللي منطقتنا تعاني من البطالة، فهمتني؟ ومشكلتنا مشكلة سكننا، فهمتني؟ تلقى بزوز عائلات عايشين مع بعضهم في دار واحدة، فهمتني؟ حبيت توصلوا لنا الكلمة نتاعنا، فماش ما يعاونونا، فهمتني؟ وعندنا معامل، فهمتني؟ مبنيين حاضرين، اللي ناقصين مستثمرين، حبيت توصلوا لنا الكلمة نتاعنا. أكثر من 30 معمل تقريبا هنا، 30 معمل هذوما ما يخدموش في جملتهم 150 200 خدام على أكثر تقدير. لواش رجع الشيء هذا؟ رجع الشيء هذا انه بعض المستثمرين يجيو ياخذوا الارض هنا بالمليم الرمزي او باسعار تفاضليه باعتبار انه باع في مشروع، يجي ياخذ قرض باش يعمل البنيه نتاعه، ومن بعد اذا كان لقاها كاري اجنبي ولا كاري تونسي يكريها له، واذا كان ما لقاهاش يخليها يمشي على روحه. تو كان ندور عليهم مؤسسه ما لقاوش خمس سته مؤسسات قاعدين يخدموا، وقاعدين يخدموا بطاقه عماليه ضعيفه وضعيفه جدا. منجم كان يخدم يعني ويوفر يعني في يد عامله، كان يشغل يعني في شباب كذا، ولا مهجور؟ صار مهجور علاش؟ بالنسبه للمنجم هذا قلت لك هو مبدئيا هو تبدا عام 1905 وخدمت فيه ناس كثيره وعاشت فيه ناس، ومن الجمله معناها حتى المنجم كان شبه معناها مدينه قبل، كانت فيه السال سينما، كان فيه معناها ملعب الرياضة هاك معناها تنجموا تشوفوه، كان فيه البيسين هاو تحت منكم، يعني مركب كامل نفهم من كلام المركب، تنجم تقول مركب كامل كان في المنجم متواجد، حتى من التنس موجود، حتى من سال السينما الشباب كان معناها ينشط في نطاق معناها الموجود. لكن اليوم المنجم هذا جاء تقريبا حبس عام 1900 و
1990 الأسباب هو يقولوا اللي هو مناه وفاء منه الكمية نتاع الرصاص، يعني كانوا يجبدوا مناه في الكمية اللي هي توفر للخلاص نتاع الخدام والخلاص نتاع المنجم والضوء كل وصلوا مناها يربحوا، كان خسروا اللي وصلوا خسروا 100% معناها يربحوا 100 فرنك يخسروا 100 فرنك يعني في التوتال، من بعد ولا خسر أكثر إلى درجة معناها وصلوا مناها باش حبسوه المنجم. المنطقة هذه راهي تعبة من الشباب انتحى ضاع ومشي هاجر المنطقة جملة واحدة، معناها انا عندي شو اسم المنطقة، شو اسم المنطقة؟ منطقة الحكارة واحد، منطقة الحكارة واحد معتمدي عماد بوجرير معتمدي تغزالة، أولادي توه عندهم توه أكثر من 5 سنين خرجوا من المنطقة على أساس المنطقة ما فيها شيء، لا فيها خدمة لا فيها كياسات لا فيها حتى شيء، وسلمت الناس في والديها وسلمت بالمنطقة ودبت، ثم ديار قاعدين مسكرين خلوهم وماليهم ومجو، معناها الكياس جوع خدمونا كياس غشونا فيه، الكياس اللي خدموه نقضوا بثلاث شهر وقت اللي شتي شتي نقضوا بثلاث جمعات بالاربع جمعات، لولادنا تقرا لن نجموا يجيبوا قضية معناها حتى باش ياكل في كرشة، منسين من جملة مقصين من 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 من, من ولاية بنزرت ومن تونس مقصين، نحن مقصين، بتعرف اللي مقصين، نحن مقصين، يعني هذه أول فرصة في حياتنا. كيفاش تعيش في العمر هذا؟ كيفاش تتنقل من هناك؟ كيفاش تمشي؟ كيفاش تطلع؟ جبولات كلها، كيفاش تعيش؟ كيفاش تعيش؟ يعني كما قال الطريق مخصوصين، الطريق مخصوصين، مخصوصين كما كل شيء مخصوصين، وخدمت بالحذيرة وما سويت منها شيء، خرجت بلاش، ما سويت منها حتى شيء. الخدمة ما فماش، كيفاش تحب يعيش؟ ينجم يعيش في منطقة كما هكا. كيفاش تروح في المطر كي تبدا تو مطر تجبد لهنا في الجبل، كيفاش تعمل؟ مساش احكي لي شوي شوي. نقوم ل 4 نتاع الصباح نمشي للجلطة، نخرج من هنا الستة وحدي وبني، وديجا نحن بناتك هاو من هنا من البقعة هذي نقراو بعاد برشا، ما نجموش يعني نمشي يعني ما نحط القراية في بعض الايام نخلطو روتار في الشتاء، ومن غاديك كي نجو مطر برشا نمشي في الظلام وحدي نجي وحدي نورمال، معناها نخاف كي نلقى ساعات نلقوا الحلالي ساعات نلقوا ذيوبه ساعات نلقى، معناها حاجات تخوف، معناها حاجات تخوف، وتضطر امي ساعات تتشيعني وهي وحدها وتعبين برشا في القرايه والمصروف بنتي مصروف معناها نهزوا في ركوبنا من هنا من غاديك نهزوا في 2000 كهو، يبقى ركوبنا نقص ديما 100 100. باش نبلغ صوتي للحكومه وللوزاره ككل، للوزاره ككل باش يردوا لفتت انتباه لهالمنطقه هذه، راهي منعزله من 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 عهد بورقيبه الى اليوم، رجلين يموت لهنا في المنطقه هذه، الدواء ما يعطيش، يمشي المستوصف يقول له ما ثمش دواء، امشي اشري بالفلوس، وهم ناس زواول وما عندهمش ما عندهمش امكانيات الكافيه باش يمشي يشري الدواء. الطريق هاك تشوف فيه كيموت ميت في السبيطار وتجيبه كهرباء حشاك اللي يهزوه على البهايم. نبكي على بنتي، انا حاجتي بنتي، عندي 10 شهور عام غير الشرير ولا نعاني فيها، شريتها بالفلوس وموري تعبة، نخلص 180 ألف، 180 ألف يعني منها في زوز مرضى وناكل منها. ايش مريضة؟ ما فهمت حتى مرض انتح، حتى مرض انتح ما فهمت، شوف حالته، شوفوا حالته كيفيه، تعبة لقصة درجة، نهار تصبح متفرد انا نصبح فرحان، نخدم ما عاش حاجتي بالخدمة، ما عاش عيني بالخدمة، حاجتي بنتي. شنو طالب بنتي؟ طالب حب يدوني بنتي، بنتي مريضة. بعد ذا بي جرتها. أختي تعبوني في إني عندي زوز صغار.
اختي هذيا هجانه ام زوزي تامه باش نطمع فيها باش تعاوني ب 10,000 من كثرة ما عنديش ما عنديش ونشوف في حالتها. ها هي بنت ها هي بنت هذيا بنت وهذايا ولد يتيمه يتيمه تفرجوا شوفونا يا خويا تفرجونا تفرجوا حالة بنتي باش تموت من كثر تفرج وليت ندوي فيها بالدول العربي تفرج ها هي المدام بيت ندوي فيها بالدول العربي من كثر متترك معاش النجم ما نشيش كيفيه لا في الخدمة يرسل لها 180,000 تعيش عائلة ندوي منها في زوز مرضى ناكلوا منها تفرج حالتي تفرج حالتي تفرج حالة مرتي كيفيه يمشي لدار يشوفها كيفاش حالتها